الحديث إن العزل هو الوأد الخفي، هل هو حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، لكنه يدل على الكراهة ما يدل على التحريم، يدل على الكراهة. وإذا كان قصده الخوف من شح الرزق يكون مثل حكم الموؤودة، أما إن كان قصده ما هو هذا القصد هذا يكره، يكره العزل فقط. أما إن كان يعزل خوفا من شح الرزق فهذا مثل الموؤودة يحرم هذا، لأن هذا سوء ظن بالله عز وجل، وتحديدا للنسل المطلوب تكثيره. نعم.